تتعود على أجواء النادي الأهلي والفرقة وكده، ولا ما يعني اندمجت بسرعة مع الفرقة؟ لا الصراحة اندمجت بسرعة عشان أغلبيتهم كنت لعبت معاهم في منتخبات، في ناس لعبت معاهم مثلا في منتخبات ناشئين، الناس كانوا بيجوا مع أوقات المنتخب الأول بنبقى موجود معاهم، لعبت مع أغلبيتهم فقدرنا نخش بسهولة. كابتن أشرف وقتها قدر برضو يدخلنا بسهولة، قدرنا ساعتها حتى في أول موسم نكسب دوري مرتبط، فلا يعني الحمد لله دخلنا في الأجواء بسرعة يعني. طوال مسيرة بقى كابتن عمرو الجندي، مين اللي ليه الفضل عليك في انه ادائك اتطور بالشكل ده سواء في النادي الاهلي او الجزيرة؟ مين يعني يعني شايف مين اللي ليه فضل عليك مثلا، مين بتقول له انت ليك الفضل عليا ان انت طورت لي ادائي، خلتني في المكانة دي، خلتني متميز في لعبة كرة السلة؟ انا اتعاملت مع مدربين كتير قوي الصراحه في الجزيره وحتى في النادي الاهلي، انا كل واحد من اللي علموني من اول الميني باسكت اكيد استفدت منهم حاجه، كل واحد يعني كل مدرب حتى لو ما قدرناش نكسب مع بعض او البتاع يعني ما قدرناش نحقق نتائج كويسه، بس انا علاقتي الحمد لله مع كل المدربين كويسه يعني، ولا اقل حاجه اتعلمت منه حاجه او ضافولي في شخصيتي حاجه يعني. ما المدرب بيبقى مهم جدا للعيب عشان يطور فيه كل حاجه، حتى الجانب حتى انت كنت بتقولي في الاول القياده وانك انت تكون كابتن، ودي كل الحاجات دي مدربين بيزرعوها فيك وانت صغير، بالذات انا ما كنتش بلعب في نادي جماهيري وانا صغير، كنت بلعب في الجزيره، ففي ناس هناك كان ليهم فضل كبير ان هم يخلونا لا عايزين نكسب على طول، عايزين ننافس على طول، عايزين نبقى في المنافسه على طول، فدي بتفرق ان احنا ما عندناش نفس قوه هنا، الجمهور هنا في النادي الاهلي ممكن يخليك تعمل اي حاجه، حتى لو في قصور في حاجه او في ضعف في حاجه تشجيع الجمهور بيعوض كل ده، فلما تبقى الموضوع اصعب وانت بتلعب في نادي مش جماهيري يعني. بس ما فيش مدرب يعني اسمه معين هو ده اللي مثلا خلى او اكتشف كابتن عمرو او يعني خلاه